استمرارا للطقس البارد والجو اللي زي التلج، قررنا نطلع النهارده من تحت البطانيه يابا الحاج. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الحقيقه ان الجو تلج وانا قاعد ملفوف في البطانيه، ولكن بقى خلينا ايه نشيل البطانيه كده علشان ايه نبدا بقى نعمل فيديو زي الناس. خش يا سيدي بالتقيل. التشكيل: بالماضي بالقوة الضربة أمام زيمبابوي، الإصابة تبعد نجم زيمبابوي عن مباراة الخضر، قفزة جديدة تنتظر المنتخب الجزائري في حال الفوز على زيمبابوي. كل ده هنتعرف عليه في فيديو النهاردة، فمن غير كلام كتير يلا بينا يا أبو الحاج خش في التفاصيل. أول خبر معانا النهارده، نجم زيمبابوي يغيب عن مباراة الخضر بسبب الإصابة. طبعا الحارس الأساسي لفريق زيمبابوي مش هيلعب مباراته النهارده قدام منتخبنا الجزائري بسبب الإصابة. تاني خبر معانا النهارده، قفزة جديدة تنتظر منتخبنا الجزائري في حال الفوز على زيمبابوي. بإذن الله إن شاء الله منتخبنا الجزائري لو فاز النهارده على زيمبابوي فبنسبة كبيرة جدا هيتقدم مركزين في التصنيف العالمي للفيفا، وخلاص هنقول له 1000 مليون تريليون مبروك، صعد رسميا لبطولة أمم أفريقيا القادمة. نيجي بقى لتشكيل منتخبنا الجزائري النهاردة أمام منتخب زيمبابوي. نرجع نتغطى تاني بقى علشان الجو برد. الحقيقة يا جماعة الخير أنا كنت نايم وصحيت من النوم الساعة 2 بالليل، 2:30 يعني مش متذكر بالظبط، بس في التوقيت ده. فقلت ليه يا محمود الناس اللي زي العسل اللي بتتابعك دي ما تشاركش معاك في الفيديو اللي هتعمله دلوقتي؟ فنزلت منشور هنا على القناة وقلت يا جماعة الخير اتوقعوا التشكيل اللي الكابتن جمال بالماضي هيلعب بيه النهاردة مباراة منتخبنا الجزائري ضد زيمبابوي ونتيجة المباراة، وده اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي. فلو حبيتوا الفكرة دي وعجبتكم، ليه بعد كده مثلا بدل ما تكتبوا التشكيل وتوقع النتيجة كتابة، ليه ما تصوروش فيديو مثلا 5 ثواني 10 ثواني وتبعتهولي على الفيسبوك او على الانستجرام اللي تلاقيني سايب لكم اللينك بتاعه في الوصف او في اول تعليق، وبعد كده تشاركوا معايا في الفيديوهات القادمة بالصوت والصورة، ومنها الناس تعرفكم، ومنها تتشهروا، ومنها تبقى انتوا صناع المحتوى هنا. ليه لا؟ فكرة جميلة جدا لو حبيتوها ان شاء الله ننفذها في الفيديوهات القادمة بعد كده. وطبعا انا عارف ان في يوتيوبر كتير هيقلدوا الفكرة دي ويعملوها، ولكن دي حاجة بتسعدني وبتشرفني ان الناس ممكن تاخد فكرتي وتقلدها. فيلا بينا بقى نشوف تشكيل اجمل متابعين في الدنيا. بس كده يا سيدي، فيديو النهارده خلص ولكن كلامنا لسه ما خلصش، فاستنونا النهارده بعد المباراه باذن الله. انزل اعمل لايك يا اسطى، انزل اعمل لايك. سلام.